اوكي، السلام عليكم. اليوم كيف لاحظتوا معنا وعشتوا هذه اللحظه، اللي هو واحد العرس لتاسيس الجامعه الملكيه المغربيه للتريتلون، الجامعه اللي تاسست من بعد الجمع العام اللي دارنا 15 سبتمبر ديسمبر، اللي دارت فيه المصادقه على القوانين والانظمه ديال الجامعه. من بعد تسنينا المصادقة ديال الوزارة الشباب والرياضة اللي عطتنا الترخيص والمصادقة باش نديرو جمع عام انتخابي لانتخاب المكتب المديري. وكيف شفتوا اليوم دازت الأجواء في واحد الجو اللي هو فريمون ديمقراطي وشفاف، اللي حضر فيه السيد المندوب ديال الممثل ديال وزارة الشباب والرياضة السيد سعيد رهيف، وحضر فيه السيد الممثل اللجنة الأولمبية، وحضر فيه المدير الإقليمي للشباب والرياضة، وحضر فيه ممثل السلطة، وحضروا فيه الأندية كاملة اللي كانت منخرطة في هذا المشروع، وحضروا فيه الأعضاء وأعضاء الجمعيات اللي هما مواطنين هذا المشروع هذا، واللي في الحقيقة كيفتح الباب أمام جميع الأندية والجمعيات اللي عندهم مستوفين الشروط ولاعبين القوانين ديالهم، أنهم يلتحقوا وينخرطوا بهذه الجامعة الفتية اللي إن شاء الله غتعمل على أساس أنه تطور هذه اللعبة بالمغرب وتزيد القدام. ولا يفوتني أن نشكر الجميع على الثقة لأول جامعة ترياتلون في المغرب.